لا ده في كمان في معلومات كتير هنقولها بخصوص الترتيب ومين اول تمام. وبدات ازاي والحكايه، لان يعني احنا النهارده مركزين على بدايه المشوار، مشوار المصريين في البطولات الكبيره في اوروبا بدا ازاي. ممكن ماتش سيفيا وباوك ده كان له قصه، هو كان السيزون اللي قبله يعني، ده بنشوف كمان ماتيريال اهو، ده باوك بيتعرض اول مره، ده باوك كابتن مجدي طنبا وحاجات من الماتش بتاع سيفيا وماتش ماتش باوك. الماتش الاول خلص 0-0 في اسبانيا وكانت مباراه صعبه، يعني هي المباراه دي مباراه العوده يا عمر، هي المباراه دي الذهاب، دي كانت الذهاب، دي لقطات من الذهاب 0-0 في رامون سانشيز بيسخوان ملعب سيفيا، ويمكن كان اول ده اول ظهور. المدرب كان مدرب هولندي اسمه روب ياكوبس، وهو اللي كان اختار كابتن مجدي طلبة للعب في باوك، وهو كمان اللي جاب التوأم حسن بعد كده. في الوقت ده كانت جديده ان هو باوك كان بقاله فتره ما لعبش بطوله اليويفا كاب، كان قبلها لعب قدام بايرن ميونخ، لعب قدام نابولي بجيل مارادونا في السنين اللي قبلها، لكن قبلها بسنه ما كانش يعني كان غايب بقاله فتره عن اليويفا كاب. وصلت بقى في الماتش العوده وده اللي احنا شايفينه دلوقتي، ده ابراهيم ده اه بالظبط، ده ابراهيم رايح يلعب طبعا. يلعب بينالتيز بقى لانه خلص 0-0 برضه في اليونان الترجيح. وهنا زي ما احنا شايفين يعني كابتن ابراهيم حسن سجل الحمد لله سجل، لكن كابتن مجدي طلبه ضايع، كابتن مجدي طلبه ضايع هو اللي ضايع. هنا بقى واقعه، وده جزء يخص كابتن مجدي طلبه، وهو واحد من الناس برضو اللي عمل التاريخ رائع مع النادي الاهلي ومع المنتخب الوطني طبعا. لما لعب الكوره اللي جايه اللي احنا بنشوفها دي وضاعت، وبعدها سيفيا سجل وصعد، يعني دي كانت اخر دي كانت اخر ضربه لباوك، اخر ضربه لباوك هتضيع بشكل غريب جدا، يا نهار ابيض، خبطت في العارضه فوق ونزلت وطلعت بره، يعني كان ممكن تخبط في العارضه وتنزل تدخل جوه، حظه سيء جدا يعني، حتى هو كان مش مصدق انها ضاعت، يعني هي ممكن تخبط وتخش جوه، يمكن المفروض تخبط في العارضه تدخل جوه، لا طلعت بره. طبعا دي من الكور اللي هي ايه بقى اللي الجمهور ما ينساهاش.